درجات، هذه اشياء اللي نتمناو على انها تزول من الملاعب الوطنية حتى ان رجال الامن يتواجدون داخل رقعة الميدان. نتمناو ان الامور يعني تغيب عن الملاعب الرياضية. كنعرفوا ان جمهور الوداد هو جمهور متخلق، جمهور يعني عودنا دائما، هذا هو الواقع، عودنا دائما على انه يكون مثل للجماهير المنضبطة، للجماهير التي تشجع بطريقة حضرية. وهذه الاشياء اللي كنشاهدوها اليوم يعني استغرب لجمهور الوداد على انه يقوم بهذه العمليات وعلى ان الامور تمشي في هذا الاتجاه هذا، لان كما قلت جمهور الوداد هو من الجماهير المغربيه يعني المعروفه بالحب ديالها الكبير لفريقها وبالتشجيع الحضاري ديالها وبالروح الاخلاقيه اللي كيتميز بها جمهور الوداد كل ما حل وارتحل. جمهور الوداد اللي انا شخصيا يعني مشيت في رحلات مع فريق الوداد وعايشت جماهير فريق الوداد، ولا جماهير الرجاء ولا جماهير الجيش الملكي، فكلها جماهير يعني متخلقة، جماهير تعطي المثل للجمهور المغربي. ونتمناو أن الجمهور الحاضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس على أنه يعني انضباط يعود للمدرجات وتعود المباراة للسير العادي ديالها. الآن فريق الجيش الملكي على رقعة الميدان إلى جانب طاقم التحكيم، وهناك يعني جانب من الجمهور الذي يعني يقوم بأشياء بعيدة كل بعد عن الروح الرياضية، كما نتابع يعني الحجارة في كل مكان. وهذه أشياء اللي كما قلت هي ماشي من سمات جمهور الوداد، هذا هو الواقع. جمهور الوداد جمهور متخلق، جمهور يعني عودنا على مؤازرة فريقه بطرق حضارية وبطرق أخلاقية. ف هذه اشياء اللي كتهضر بالايجاب على الجماهير ديال الوداد وديال الرجاء وديال الجيش، فكاين جماهير اخرى اللي تؤدي فضاءات الملاعب الاخرى. اولمبيك اسفي عندها من خيره الجماهير المغربيه والتي تساعد في السراء والضراء الفريق ديالو، عندك الجمهور ديال النادي المكناسي، جميع الجماهير الانديه، وكنأكد لك بانه يعني جميع الانتصارات بفضل ديال اللاعبين وجميع المكونات، ولكن 90% كيكون انتصارات ديال النادي المكناسي بفضل الجمهور ديالو. وإلا تحدثنا عن النادي المكناسي تحدثوا على الاولمبيك اسفي، تحدثوا على الحسنيه اكادير، تحدثوا على وداد فاس، على المغرب الفاسي، على جميع الانديه الوطنيه والمغرب الفاسي كذلك. فالجمهور ديالو كان وراء انتصارات ديال لاكوب دافريك، فالمغرب الفاسي ما تسجلش عليها ولو شغب واحد، يمكن في المقابله ديال النادي المكناسي مع المغرب الفاسي، ولكن كنتاكد لك بانه هذوك ماشي الجماهير ديال فاس وماشي الجماهير ديال مكناس، فكانوا ديال ويزيبل داخل في وسط. ونتمناو ان الجماهير الحقيقيه اللي اعتدناها فريق الوداد وفريق الرجاء وفريق الجيش وفي المغرب الفاسي وفي الوداد الفاسي وفي الحسنيه اكادير وفي جميع الفرق المغربيه على اننا كنا كنعيشوا يعني الاحتفاليه في المدرجات، لوحات جميله في المدرجات. الان المباراه متوقفه والجمهور ما عرفتش شنو المطالب ديال الجمهور، ما عرفتش شنو علاش هذه الاشياء كامله. الا كانت نتائج فريق الوداد في هذه الاونه الاخيره لا تشرف سمعه الوداد، فكل الفرق العالميه والفرق الوطنيه كتمر من هذه مرحله الفراغ، كل فرق تعيش النتائج السلبيه وكل فرق تعيش فتره البناء وإعادة البناء. وهذا فريق الوداد اللي فريق جزء من تاريخ كرة القدم المغربية، فريق اللي أعطى كرة القدم الوطنية الشيء الكثير على مستوى الألقاب ولا على مستوى التمثيل مع المنتخب الوطني المغربي وعلى مستوى ولا على مستوى جميع الواجهات. فجمهور الوداد والفريق الوداد يعني كي تعتبر كما قلت جزء من تاريخ كرة القدم الوطنية، وفريق الوداد يعني عاش فترات فراغ مرت ولكن سرعان ما عاد بسرعة إلى تحقيق النتائج الإيجابية وإلى تحقيق الانتصارات وإلى تحقيق الإقلاع اللي كينتظروا الجمهور الودادي من فريق الوداد. فريق الوداد صحيح أنه فترة إعادة البناء ويمر بمرحلة فراغ، ولكن هناك أسماء واعدة، هناك لاعبين شباب، هناك تخطيط، هناك أشياء يمكن تجي لفريق الوداد مع مرور الدورات، ويمكن يكون الآتي أحسن بالنسبة لفريق الوداد، وهذا بالنسبة لجميع الأندية الوطنية. فإذا كانت هناك أندية اللي الآن
كتعيش مرحلة انتعاش وكتعيش مرحلة يعني تحقيق النتائج الإيجابية كالمغرب الفاسي وكالفتح الرباطي إلى غير ذلك. فالوداد قدمت وعاشت هذه اللحظات قبل ذلك، وعاشت لحظات الفوز بالكؤوس الإفريقية، وعاشت لحظات الفوز بالبطولة الوطنية، وعاشت كذلك لحظات الفوز بكأس العرش. والفريق الذي قدم الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية ليس على مستوى الألقاب، ولكن كذلك على مستوى إنجاب النجوم وعلى مستوى، فإلا بغيت نعطيك النجوم ديال فريق الوداد فيمكن لا الوداد ولا الجيش، فيمكن نبقاو نهضروا هذه الساعة ونص وما نحدوش اللائحة، لأن الأسماء كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لفريق الوداد وبالنسبة لفريق الجيش الملكي. ويكفي أن كرة القدم الوطنية صنعت التاريخ ديالها بأسماء من الفرق الكبيرة، من الجيش، من الوداد، من الرجاء، من أندية اللي أعطت شيء الكثير للمنتخبات الوطنية وأعطت أسماء كبيرة للمنتخبات الوطنية. وهنا غادي تأكد لنا العزوف الجماهيري، ولكن كنجبدوا العزوف الجماهيري، فالجماهير الحقيقية ما كتقدرش تجي تشوف هاد المناظر هادو، ولا كيتقرب لنا الصورة المخرج، فكنشوف دائما الولد ديال 14 سنة 15 سنة، وهذا ما كنعتبروش مشجي حقيقي. فالجمهور الحقيقي هو اللي جالس دابا في داره وما باغيش يجي باش يتكرفص. نتمنوا أنه هاد الدراري الصغار يتأثروا بشكل جيد، وبالتالي وهذا اللي قلت، هذا ماشي جمهور الوداد. نعم، جمهور الوداد 15 عام، جمهور الوداد كبير على هاد الأفعال. نعم. وجمهور الوداد يعني جمهور اللي أنا شخصيا عاشرته، وعندي أصدقاء فريق الوداد، وعندي أصدقاء فريق الجيش الملكي، وعندي أصدقاء فريق الرجاء. فجمهور الوداد جمهور كبير وجمهور متخلق، جمهور عنده الروح الرياضيه اللي يعني كيامن بها. وكون على يقين بانه لو وقفوا هاد الدراري ديال 14 15 عام ما يبقاوش يدخلوا الملاعب، فكون على يقين بانه الجمهور الحقيقي ديال الوداد ولا ديال الرجاء ولا ديال الفرق اخرى هو اللي غيحضر بكثافه، الجمهور اللي اعتدنا عليه انه كيتفرج برازنا كيتفرج بحب. وننتظر يعني حكام المباراه كيغادروا الميدان امام احتجاجات الجمهور. ما عرفتش الاحتجاجات كيف قلت علاش، لان إلا كان شي أشياء اللي سبقت المباراة أو شي أشياء اللي ربما حركت هذا الغليان من الاحتجاج بالنسبة للجماهير على أيين، إلا كانت على مستوى النتائج ف كجميع الأندية فريق الوداد بإمكانه يدارك الموقف، وماشي هذه نهاية العالم. فريق الوداد قدم كما قلت شيء الكثير وأعطى شيء الكثير وفاز ببطولات كثيرة وفاز بألقاب كثيرة فريق الوداد. إذا كانت أشياء أخرى اللي حركات هذه الجماهير نحو هذا الغليان وهذا هذه الأشياء، فيمكن كان بالأحرى أن المطالبة تكون بطريقة حضرية وليس بالطريقة اللي كنشوفه الآن. قلت أن جمهور الوداد، أنا مشيت في رحلات كثيرة مع فريق الوداد، الوقت اللي فاز بكأس إفريقيا سنة 1992، الوقت اللي حقق إنجازات لكرة القدم الوطنية، فكان جمهور يرافق فريق الوداد بأعداد غفيرة، وكان الروح الرياضية هي العنوان البارز لجماهير الوداد. حتى يعني خلال هذا الموسم كان جمهور الوداد يؤطر ويشجع ويقدم الشيء الكثير كلوحات، يعني الناس كتنسى المباراة اللي ملعوبة في وسط الملعب وتتجه نحو اللوحات اللي قدمها جمهور الوداد من أجل تأتيت فضاء كرة القدم الوطنية. وهذا يمكن نقوله على جماهير فريق الجيش، لكن في الأسبوع الماضي يعني وقلنا على ان الى تحدثنا الاسبوع الماضي على جمهور فريق الجيش الملكي لماذا غاب عن المدرجات ولماذا هجر النادي، وهو في يعني في واحد الوقت اللي كيحتاج فيه لجمهوره. فجمهور الجيش الملكي هو الاخر رفقة الجيش لسنوات وفي عده مرات، فجمهور اللي كنعرف الجمعيات ديال فريق الجيش الملكي وكنعرف التاطير وكنعرف المستوى الاخلاقي الكبير لجمهور فريق الجيش الملكي ولجمهور الرجاء ولجماهير الانديه المغربيه. على اي الحكم اعطى مهله 10 دقائق لانهاء هذا الصراع المتواجد على مستوى المدرجات، وبعد ذلك سيقرر هل سيوقف المباراه، هل ستستمر المباراه. على اي الحكم سيد التيازي اعطى مهله 10 دقائق من اجل تحديد مسار هذه الجوله الثانيه من لقاء فريق الوداد وفريق الجيش الملكي. ويكفي ذكر اسم الوداد واسم
باسم الجيش الملكي باش نوقفوا على قيمه هاد جوج ديال الفراقي اللي كيتعتبروا من اقوى ماشي الانديه على المستوى الوطني ولكن على المستوى الافريقي كذلك. يكفي ان الوداد لعب نهائي كاس عصبه الابطال الافريقيه خلال هذا الموسم، يكفي ان فريق الجيش الملكي كان اول فريق فاز بلقب عصبه او كاس افريقيا الفرق البطله كما كانت تسمى في سنوات الثمانينيات، يكفي ان فريق الجيش اول فريق مغربي اهدى للمغرب كاس افريقيا. فهذه جوج ديال الفرق اللي فازوا بالقاب كثيره على مستوى البطوله وفازوا كذلك بالقاب كثيره على مستوى كاس العرش وفازوا كذلك ضمن خزانه الاتحاد الافريقي لكره القدم يوجد اسم الوداد واسم الجيش. لازلنا ننتظر قرار الحكم السيد التيازي بخصوص هذه المباراة والأجواء التي تسيطر على مركب محمد الخامس، أجواء يعني أجواء غضب من طرف جماهير الوداد من القاصرين ماشي حتى الجمهور، لانه انا قلت ان جمهور الوداد كبير كبير على هذه الاطفال هنا هما اللي كيفعلوا هذا الشغب. اللي كتقرب الكاميرا للجمهور فكتشوف يلا ديال 14 15 عام وهذا شيء مؤسف، خص تاطير لهذا الشباب، خص عدم ولوج الملاعب في هذا السن هذا باش يرجع الجمهور الحقيقي ديال الكره المغربيه. وجمهور الوداد قلت انه جمهور متخلق، جمهور يعني منضبط، جمهور يمكن الانضباط يجي من فريق الوداد ومن الرجاء ومن الجيش لان عشنا المركب الرياضي مملوء عن اخره. لاحظ عشنا في 14 15 عام ما كيتعداش هذا الشباب هذا، فالجمهور الحقيقي فهو كيتابع المقابله عبر التلفاز. ونتمناو ان الهدوء يعود للمدرجات وان المباراه يعني تنطلق في جولتها الثانيه لان ما يقع في المدرجات جعل الحكم السيد التيازي يعطي واحد الفرصه ديال 10 دقائق من اجل تحديد مسار هذا المباراه. اذا مشاهدينا الافاضل امام هذه الصور اللي كنشاهدوها الان أمام احتجاج كما قلت جمهور الوداد عن إذا كان احتجاج وكنزيد نأكد على النتائج فهو شيء عادي، وإذا كان احتجاج على أشياء أخرى رافقت قبل بداية المباراة لا أعرف لماذا هذه الفورة من الغضب بالنسبة لجمهور الوداد. وكما قلت الوداد فريق كبير غني غني عن كل تعليق، يمكنش نتحدث عن الوداد دون ذكر اسماء كبيره كبيره رافقت مسيره الوداد، اسماء كبيره رافقت مسيره الوداد ورافقت مسيره المنتخب الوطني المغربي وكانت خير سند لكره القدم الوطنيه من اجل بناء يعني واحد السمعه لكره القدم الوطنية. فالأسماء عديدة وكبيرة بالنسبة لفريق الوداد والأسماء التي أنجبتها مدرسة الوداد وأنجبتها مدرسة الجيش الملكي كذلك. الجيش الملكي التي الجيش الملكي التي كانت يعني المدرسة التي أعطت أسماء كبيرة طوال تاريخ البطولة الوطنية. نشاهد في لقاء ديال الوداد والجيش يعني الجولة الأولى مرت في ظروف جيدة، كان كل شيء على ما يرام، الجمهور يشجع فريقه، الجمهور يعني جمهور لا جمهور الوداد ولا جمهور الجيش كيشجعوا الفرق ديالهم بواحد الشكل جيد، لكن فترة الاستراحة حدثت أشياء دفعت بحكم لقاء سيد التيازي إلى إعطاء مهلة 10 دقائق من أجل إما توقف المباراة أو إعطاء انطلاقة الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام في انتظار قرار السيد التيازي نلتقي بعد قليل. وأصبحنا أمام مشاهد أعمال تخريبية عنيفة طالت جميع مرافق مدرجات هذا المركب الذي أصبح مسرحا لفوضى هارمة. أبطالها استعرضوا عضلاتهم في الرشق بالحجار، بل أكثر من ذلك تكسير وإلحاق الضرر بجميع مرافق هذه المحلمة الرياضية التي تعرضت هذا اليوم لممارسات قد تنعت بالهمجية.
تصرفات لا أخلاقية لم نشهدها بتاتا من قبل على مدى تاريخ كرة القدم الوطنية. من عاين ذلك عن قرب أو شاهد ذلك على شاشة التلفزة وقف مذهولا ويتساءل من كان وراء هذه الأعمال التخريبية. أنا اللي غادي نقول لك ونأكد عليك على أن هذو اللي قاموا بهذه الأشياء ماشي وداديين، لأن أنا تنعرف الجمهور الودادي 11 سنة وأنا في فريق الوداد، ما عمري شفت هذه الأحداث هذه، يعني فهم محسوبين على الوداد، تنقولها ونعاودها ماشي وداديين، لأن الجمهور الودادي معروف بالأخلاق ديالو. بعد ذلك وبعد أن عاد الهدوء إلى المدرجات واستؤنفت الجولة الثانية التي حملت هدفين لصالح فريق الوداد، الهدف الأول من توقيع اللاعب كوني في الدقيقة 75، وعلى بعد 5 دقائق من نهايتها اللاعب الحواسي يضيف الهدف الثاني لصالح فريق الوداد الذي خرج فائزا في هذه المقابلة بهدفين مقابل شيء. لكن يبقى الخاسر الأكبر هذا اليوم كرة القدم الوطنية التي تضررت سمعتها بفعل هذه الأحداث لا رياضية.